اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دوليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين وحشيني جدا 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 قبل ما ابدا الفيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده يا ابطال ايوه يا ابطال احنا المفروض دلوقتي حالا يا ابطال في ماب البيوت وفي الليل وبجد بجد يا ابطال مقطع النهارده كله يا ابطال هيكون على مركز الشرطه ايوه يا ابطال البوليس يا ابطال اللي حرفيا يا ابطال كميه ناس كتير قوي ما تعرفش كميه الاسرار اللي هتكون موجوده فيه حرفيا يا ابطال احنا هنمسك المكان ده نفصصه واحده واحده وهنكون يا ابطال معانا الاداه جدا جدا جامده يا ابطال وهي الاداه دي بصراحه حبيت احبها يا ابطال بجد بجد في المقاطع دي بنقدر ابطال نشوف كل كبيره وصغيره وعاش جدا ومتحمس جدا ويعتبر ابطال قبل ما نبدا بس مقطع النهارده يعني حط لايك حط حالا احلى لايك في المقطع ده كمان يعني حط لايك جامد جدا كده واشترك حالا في القناه عشان بدنا نوصل 200,000 مشترك وليتس جو يا ابطال ويلا بينا بيقول لك ان البوليس او البوليس يا ابطال مكان البوليس ده ليه علاقه بالايجنسي نعم ازاي ده المكان البوليس ده اصلا يا ابطال هو ده اللي بيحمي مدينه البيوت هو ده يا ابطال اللي بيحمي مدينه يعني بروك هافن اصلا ازاي ده اللي هيكون اساس الاجرام اصلا واساس الايجنسي وهو اللي مكون ده يمكن يا ابطال يبقى ينزل تحديث بعد كده والمكان ده يا ابطال يتغير او يتبني مكان جنبه يبقى له علاقه بالجيش او ماي جاد والله تبقى حاجه غريبه ولكن خلينا اول حاجه يا ابطال نبدا كده نشوف هنا كاميرات المراقبه يا جدعان فين اول حاجه اول كاميرا مراقبه رقم واحد يا ابطال وايه المفروض اول ما تيجي تدخل هتلاقيها تمام ما نشوف هنا في واحده لا ما فيش هنا طيب هنا مثلا ما فيش اي حاجه يا ابطال كويس جدا 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 تمام طبعا يا ابطال هنا كده المفروض قدام هنا دي كده فيها ابطال اول كاميرا مراقبه هنا بقى ابطال في كاميرا مراقبه ثانيه وهي دي ايوه اللي هي دي اصلا يا ابطال كنت قلت لكم عليها مقاطع سابقه قبل كده وتاكدنا يا ابطال فعلا ان دي طلعت كاميرا مراقبه وما نقدرش اصلا ناخدها زي ما انتم شايفين يا ابطال لما نيجي ندخل هنا حرفيا هنا مش هتعرف يا ابطال اللي في حد بيصورك ولكن اول ما بتدخل الاوضه دي الشرطه في مدينه بروك هافن او في ماب البيوت بتصورك عشان بتوريها لناس تانية اتوقع ابطال يكون يعني المقاطع اللي هما بيصوروها يا ابطال يعني فيها واحنا بنتكلم هنا مع الشرطي او كده غالبا يا ابطال بتروح للايجنسي لا 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 انا خايف والله العظيم انا خايف مستحيل يا ابطال في الاخر ابطال الشرطه اللي هي بتاعت مدينه ماب البيوت اصلا يعني تبقى انا بحق تبقى مع الايجنسي طب ازاي؟ والله تبقى حاجه غريبه ما علينا يا ابطال كده يا ابطال يعني لسه هنحقق في الموضوع ده ولكن يا ابطال المفروض زي ما انتم شايفين دي ابطال كاميرا مراقبه ثانيه خلينا دلوقتي يا ابطال نخش السجن هنا تمام نفتح يا باشا السجن والمفروض هنا برضك نلاقي كاميرا مراقبه ثالثه يعني ايوه ثالثه كاميرا مراقبه ثالثه يا ابطال وكده يا ابطال قدامنا معانا يا ابطال في مكان واحد مكان البوليس ثلاث كاميرات مراقبه كاميرتين واضحين يا ابطال او يعني في يعني موجودين كده يا ابطال فوق ولكن في كاميرا ما حدش ياخد باله منها وانا اللي قلت لكم عليها محدش اصلا ابطال واخد باله ان دي اصلا يعني كاميرا فعلا ابطال ناس كتير بتقول ان دي اصلا كاميرا زي ابطال هي دي بصوا هي فعلا يا ابطال انا اتفق جدا ان انت يا ابطال يعني بطل الابطال هتقول لي تحت دلوقتي حالا في الكومنتات وهتقول لي يا بلال دي نفس الكاميرا اللي هي دي ايوه ولكن الكاميرا دي يعني غير اللي معانا يعني بصوا ابطال الكاميرا دي حرفيا غيرها لان دي ابطال مخصصه للشرطه وبتسجل وعليها ملفات وبيانات ومقاطع ما نعرفش عنها حاجه اقسم بالله ابطال ومخفيه والله ابطال لو نقدر نجيب المقاطع دي تقريبا يا ابطال كل الورق ده ابطال مكتوب فيه الناس اللي دخلت موجوده هنا يعني اللي دخلت يا ابطال وقعدت تتكلم معاهم وكده تمام والله يا ابطال موضوع جدا جدا غريب ولكن طبعا يا ابطال بما اننا يا ابطال اتكلمنا على الناس اللي دخلت هنا فانا يا ابطال هقول لكم مين الناس اللي دخلت هنا هتقول لي ايه ده يا بلال يعني ايه يا بلال انت كمان هتقول لنا مين الناس اللي دخلت هنا هتعرف منين هقول لك هم اللي قايلين هتشوف هم يا ابطال اللي جايبينها اصلا زمان شايفين المكان ده حرفيا يا ابطال المكان ده اسمه اف بي اي يعني يا ابطال له علاقه بالشرطه تمام خلينا يا ابطال ندخل كده هندخل يا ابطال نلاقي زي ما انتم شايفين جهاز هاكر ايوه جهاز هاكر يا ابطال واكتر من ثلاث شاشات زي ما انتم شايفين يا ابطال هنا اول جهاز وادي هنا يا ابطال وادي ثالث شاشه تمام هنا يا ابطال بيقول لك ان هنا المفروض بروك هافن اسامي مجرمين وهنا بيقول لك ان في ايه ده بالله في هاكر في بيت 13 معلش بس خلينا يا ابطال نشوف كده ايه ده في يا جدعان خضيتوني يا جدعان انا في السيرفر لوحدي والله يا ابطال اتخضيت اقسم بالله والله يا ابطال افتكرت اللي فيه فعلا هاكر في بيت 13
يوه يا جدعان خضتوني والله على الفاضي. ماشي ماشي خلاص يا ابطال، خلينا حالا يا ابطال نكمل ونروح، عشان عايز اقول لكم حرفيا ان الشرطه يا ابطال جابت واحد واحد يا ابطال في المكان اللي انا وريته لكم ده، اللي هو يا ابطال المكان اللي جدا جدا حرفيا مخيف واللي فيه كاميرا مراقبه محدش يعرف عنها حاجه، وهم دول الناس اللي المفروض يا ابطال المكان البوليس تمام حرفيا يا ابطال جابهم في المكان ده، وقعد يا ابطال يقول لهم وياخد منهم تحقيقاتهم. زي ما انتم شايفين اول شخص هو شيف روتين، الشخص ده ابطال بردك شرطي، وتقريبا يا ابطال كان من ضمنهم الشورت ده، ولكن حصل مشاكل باين قوي يا ابطال عليه، يا اما يا ابطال ما عارفش ليه بصراحه الراجل ده يعني لونه اخضر تحسه زومبي عضه ولا حاجه فتحول، ولكن الشخص ده يا ابطال باين قوي انه شورتي، باين قوي يا ابطال اللي هو كان فعلا شورتي ومشهور جدا في ماب البيوت او بيساعد الشرطه دي في حاجه، ولكن حصل يا ابطال مشكله يعني باين عليه اتحبس او هو هرب، هو تقريبا هرب يا ابطال ما ماتش، لان هو ابطال يعني مكتوب هنا ابطال بروك هافن موست وانتد، من اشهر الناس اللي موجوده في بروك هافن اللي المفروض هم مفقودين اصلا في المدينه. واحدة اسمها بوزون اي في واي، ما اعرفش انا نطقتها صح ولا لا، ولكن البنت دي غريبة، البنت دي ابطال اكيد وراها قصة مريبة وعجيبة جدا، ولكن يا ابطال زي ما انتم شايفين واحد اسمه هيت ويف باين على ده ابطال، الشخص ده كان بيبني في ماب البيوت وبيبني يعني شغال يعني بيبني تمام، لان ابطال حاطط هنا يعني حاجة اللي هو ابطال بيكسر بيها، وباين عليه ابطال يعني ده شغال او كان شغال من شكله ابطال شغال في المزرعة، بين قوي يا ابطال ده ابطال فعلا لبس مزارعين، انا متاكد من كده. خلينا نشوف ابطال البنت دي كوين كوبرا تمام، مش عارف مين البنت دي او مين اصلا الست دي، شكلها جدا جدا غريب، تحسها ساحره شريره بتظهر بالليل بعد الساعه 12 الليل، حاجه غريبه بصراحه. وهنا ابطال سبارك بلوج باين عليه ده ابطال فعلا كان مسجون، يعني ما اعرفش بقى هرب من السجن ولا ايه، ولكن باين قوي ابطال اللي هو لابس لبس السجن مصورينه بلبس السجن كان مسجون تمام، ولكن شكله غريب تحسه كان شغال في السيرك ولا حاجه. هنا ابطال بنت اسمها مون ستار، باين قوي يا ابطال على البنت دي ان هي اصلا يا ابطال كانت في الفضاء، يعني او هي عملت حاجه كانت عايزه تدمر ماب البيوت وهكذا، ولكن كل دي حرفيا يا ابطال توقعات بصراحه يا ابطال، ولازم برضك يا ابطال تقولوا لي تحت في الكومنتات توقعاتكم حرفيا عن الناس اللي انتوا شفتوها دول السته. خلينا دلوقتي يا ابطال نكمل ونشوف باقي الاثار حرفيا اللي موجوده هنا في الشرطه تمام. خلينا دلوقتي يا ابطال نشوف كده، احنا شفنا ده تمام، وادي برضك هنا شفنا ده كويس جدا، خلينا يا ابطال نكمل هنا تمام. هل هنا بطل في كاميرات مراقبه؟ لا 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 لا، اربع كاميرات مراقبه ابطال في الشرطه، اربع كاميرات مراقبه، اقسم بالله ابطال ما كنتش متخيل ان انا الاقي اربعه في مكان الشرطه، ولكن هو بصراحه ابطال انا اتفق لان مكان الشرطه مكان مهم فعلا ابطال، مكان مهم جدا جدا عشان يا ابطال يعني حرفيا الحراميه بتيجي وكلام كبير. خلينا ابطال نشوف الاوضه دي عشان ما شفناهاش، الاوضه دي حرفيا يا ابطال ثانيه كده، اوعى تقول لي هيبقى في خمسه، والله مستحيل، اوعى تقول لي هيبقى في ايه ده؟ او ماي جاد، ايه ده انا اول مره ابطال ينفع ادخل هنا عادي؟ ثانيه؟ دايم والله ماشي تمام، خلينا ابطال كده نشوف، حلو قوي انا عايز ابطال ازوم كده، ايوه للاسف كل ابطال الكتابات اللي موجوده هنا يا ابطال مش باينه منها اي حاجه، ولكن هنا طبعا يا ابطال انتوا عارفين ان احنا نقدر نشوف كاميرات يعني مراقبه من هنا، لان هنا يا ابطال بردك يعتبر المكان ده مهم جدا، حرفيا الاوضه دي يا ابطال فعلا مهمه قوي قوي قوي، ومش اي ظابط بيدخل يا ابطال المكان ده، فعلا فعلا موضوع جدا جدا خطير في المكان ده، والادراج دي نفسي قوي افتحها، والله يا ابطال نفسي افتحها، لان حرفيا ابطال فيها حاجات جدا جدا مهمه. عايز اقول لكم يا ابطال الحاجات الجدا جدا مهمه عباره ابطال عن اوراق وفيها حاجات جدا جدا كتيره، ولكن ما نقدرش طبعا ابطال نفتح اي حاجه ولا نقدر نتحكم، ولكن هل يا ابطال تتوقعوا بعد كده نقدر فعلا نعمل حاجه زي كده؟ والله يا ابطال لو قدرنا نعمل حاجه زي كده هتبقى جدا جدا جامده. عامه يا ابطال خلونا بقى نبدا نطلع ابطال فوق تمام. هتقول لي يا ابني نطلع فوق، اقول لك هنا يا باشا حرفيا ايه ده ايه ده في ايه اللي بيحصل حرفيا ابطال المكان ده، يوه اطلع بقى بلال اطلع يا عم انت، الو ايوه كده ايوه كده عاش جدا يا ابطال. هنا يا ابطال بقى محتاجين كشاف، ايوه هو يا ابطال الكشاف اللي هيفيدنا قوي قوي قوي. ماشي المفروض يا ابطال في مكان نقدر نخش من هنا، ايوه نعمل كده، فجاه يا ابطال تلاقينا دخلنا كده، بصوا ده مكان سري اقسم بالله يا ابطال المكان السري ده، ايوه ايوه تمام. بعدها يا ابطال نعمل كده بس، اقسم بالله يا ابطال المكان ده جدا جدا غريب. العصايه دي يا ابطال طبعا ناس كتير قالت لي في الكومنتات اللي احنا فعلا نقدر نجيبها، وانا فاكر يا ابطال في خدع زمان كنا فعلا يا ابطال بنقعد نحاول نعمل كام حاجه عشان في الاخر بنقدر نجيبها، وفعلا بنجيبها تمام. وغير يا ابطال الصوره دي حرفيا الصوره دي مشهوره قوي، كانت موجوده على تابلت تمام، قصدي موجوده على اللاب هوريها لكم تمام، فين اللاب، ايوه بس موجوده يا ابطال على اللاب، والله يا ابطال كانت موجوده على اللاب، ثانيه هي موجوده على اللاب ده او حاجه ثانيه انا متاكد،
في لا ايوه موجوده في البيت، في بيت الابطال كانت موجوده فيه. افتكرته تمام. يبقى ابطال مش علاب، تمام. هي في لا هي علاب اه بس مش علاب بتاعي، علاب تاني. تمام، خلينا ابطال نعمل كده. تمام، نصغر بس نفسنا شويه. حلو قوي ابطال، ونعمل كده ونقدر ابطال ناخد الدي. يعني بصوا يا ابطال، الفيزا دي انا بصراحه ابطال استغربت فعلا لما ابطال لقيتها، قلت نعم ازاي يعني يا ابطال انا مش شايف حاجه يا جدعان، والله ما شايف حاجه. ايه ده، رجعت تاني. خلوها ابطال نكبر نفسنا كده تاني. حلو قوي، تمام، نعمل كده عشان مش شايف اي حاجه حرفيا. ايوه كده جامد، كده جامد قوي يا ابطال. خلوها ابطال كده نهرب من هنا عشان يا ابطال اوريكم حرفيا الفيزا دي بتعمل ايه. حرفيا يا ابطال الفيزا دي عملها غريب، اقسم بالله يا ابطال انا لما جيت بصيت كده عليها قلت نعم الفيزا، ايش دخل الفيزا اللي انا اخدها من مكان كده يعني مكان البوليس ان انا اقدر ابطال. ثانيه كنا بين ابطال بنروح في مكان كده معين كان كله ابطال كهربا، وانا ابطال فاكر المكان ده تقريبا هو بعيد شويه على ماب البيوت، تمام، يعني تحسه كده يعني منفصل عن ماب البيوت، تمام. ولكن هنقدر نشوف المكان ده، صدقوني يا ابطال هنقدر. هو ده المكان غالبا يا ابطال احنا قربنا. ايوه هو مكان في نفس الاماكن دي. ايوه ايوه انا شايفه اقسم بالله شايفه. حلو قوي، ثانيه كده تمام تقريبا يا ابطال قربنا. هو هناك فين يا ابطال؟ هو اللي هناك ده. ثانيه انا ما اعتقد هو ده اللي هناك. ماشي ليتس جو يا ابطال. فبصراحه يا ابطال حاجه جدا جدا غريبه ان ابطال البوليس يكون له علاقه بالكهرباء. بس لو جينا ابطال نفكر فيها شويه، مين يعني اللي هيكون له علاقه بالكهرباء؟ انا انت انتي اكيد لا يعني يا ابطال. المفروض ان البوليس يعتبر متحكم في كل حاجه. الغريب يا ابطال ان في ماب البيوت حرفيا مفيش اصلا اي مكان للجيش، يعني كده ابطال اصلا المكان يعتبر للشرطه حرفيا يا ابطال. محدش فكر قبل كده يعني يقول لي يسال نفسه كده سؤال، هو مين يا ابطال الرئيس اصلا في ماب البيوت؟ يعتبر ابطال الرؤساء ابطال اللي في ماب البيوت هي الشرطه، وده حقيقه زي ما انتم شايفين ابطال بيفتح الباب ده. او ماي جاد، الباب ده ابطال متحكم حرفيا في كل حاجه الكهرباء تقريبا، لكل حاجه ليها علاقه ابطال بالكهرباء. بصوا نعمل كده تمام، بيقول لي لا ما ينفعش. لازم ابطال كنا نعمل كده تمام، ونعمل كده وبعدها ابطال الباسورد تقريبا اسم حسابك في روبلوكس، تمام. ايوه اسم حسابك في روبلوكس بس كده ابطال هنا وافق، ونقدر ابطال نشغل دي تقريبا. ايوه نقدر نشغلها تمام. والمفروض يا ابطال بصوا نقفل كده النور تمام، نفتحه 3 مرات تمام. هنا ابطال مش عارف بصراحه ابطال ايه اللي هلاقيه غريب هناك، ولكن المفروض انا دلوقتي عملت كده، فالمفروض ابطال مش عارف بصراحه ايه الغريب اللي هلاقيه في مكان البوليس، لان ده ابطال ليه علاقه بمكان البوليس، لان زي ما انتم شايفين حرفيا المكان يعني المدينه كلها منوره. يعني انا ابطال افتكرت مثلا المدينه كلها النور هيقطع فيها لو عملت حاجه زي كده، ولكن مفيش اي حاجه بتحصل حرفيا يا ابطال. ولكن دلوقتي احنا رايحين يا ابطال لمكان البوليس، يلا بينا كده يا ابطال عشان ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه بتهزروا ولا ايه؟ ايه ده؟ ثانيه حرفيا ابطال النور كله قفل، حتى نور المكان ده وات نور البوليس كله قفل. ايه ده ازاي؟ حتى الاوضه دي والله مستحيل. في ايه يا جدعان؟ ما تهزروش والله ابطال، دي حاجه غريبه. ايه ده يعني؟ ثانيه يا ابطال، يعني الكارت اللي معايا ده نقدر ان احنا نقفل بيه النور؟ والله يا ابطال ممكن يكون تحديث جديد طيب، ولا دي حاجه جديده، ولا ايه يا جدعان؟ فهموني والله يا ابطال موضوع غريب، ولا ده يا ابطال له علاقه بالايجنسي، ولا ايه ظهر هنا زومبي، ولا ايه؟ انا خايف اقسم بالله يا ابطال، والله العظيم انا مش عارف. بقول لكم يا ابطال لحد هنا يا ابطال يعتبر مقطع النهارده خلص. باين علينا يا ابطال فعلا كنا هنشوف اسرار جدا جدا غريبه، ولكن باين علينا يا ابطال شفناها فعلا يا ابطال، واللي انا عايزه يا ابطال جبته خلاص. اما يا ابطال يعتبر مقطع النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، أو حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجاية الجديدة. هو بس كده، يبقى جيمنج اكسوي، سلام.